السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر المبارك وهذه العشر الأواخرة في الختام. الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. الحمد لله على نعمة الصيام والقيام. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في حادث أو قديم. سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام، ذو الفضل والإنعام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، صفوة الأنام، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر الصائمين، فهذا رابع المجالس التي نتدارس فيها النفحات الرمضانية في شهرنا هذا لعامنا هذا 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. في كل مجلس من المجالس الثلاثة السابقة كنا نتعرض لنفحتين من هذه النفحات التي تحمل في طياتها هبات كريمة وأعطيات إلهية جليلة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإسلام في هذا الموسم الكريم العظيم في شهر رمضان. ومجلسنا الليلة نتناول فيه أيضاً نفحتين من تلك النفحات المباركات التي تغشانا أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك. أولى هاتين النفحتين في مجلسنا هذا نفحة الاعتكاف، فإنها من عبادات الإسلام التي يتنافس فيها الصالحون ويجدون في رمضان أوسع الأبواب التي يؤدون بها هذه العبادة العظيمة. والاعتكاف في اصطلاح الفقهاء هو ملازمة بيت من بيوت الله لطاعة الله سبحانه وتعالى. المعتكف يترك بيته ويأتي بيت الله، يترك داره وزوجه وأولاده ويتفرغ في بيت من بيوت الله لطاعة الله وعبادته وذكره سبحانه وتعالى. الاعتكاف انقطاع عن الدنيا، عن الشواغل، عن البيت والأهل والأولاد، عن الوظيفة والعمل، انقطاعا مؤقتا بقدر ما يكتب الله عز وجل للعبد. ولذلك يقول الفقهاء إن الاعتكاف غير محدد بزمن وأقله ساعة، بل لو دخل المصلي بيت الله عز وجل في فرض من الفروض ومكث فيه قبل الصلاة وبعدها وهو يريد أن يبقى تلك الدقائق أو الساعات لأجل التفرغ لطاعة الله ناوياً بذلك الاعتكاف، حصل له أجره بقدر ما جلس معتكفاً في تلك العبادة العظيمة. ومن هذا المعنى الكبير أخذ الفقهاء يذكرون أحكام الاعتكاف وآدابه وسننه ومسائله، وهو باب حافل من أبواب الفقه بالمسائل والأحكام الشرعية. وليس المقصود في مجلسنا هذا الحديث عن تلك الأحكام ولا تناول تلك المسائل وما يتعلق بالمعتكف من الأحكام، وأحسب أن مجالس قد عقدت في بيت الله الحرام لتناول هذا الجانب من المسائل والأحكام، لكن المقصود في مجلسنا هذا أن نتناول الاعتكاف من تلك الزاوية التي يرى فيها النفحة الإلهية الكريمة. الاعتكاف عبادة، كما أن الصيام عبادة والقيام عبادة والدعاء والقرآن وكل تلك أبواب من العبادات يتقرب بها الصائمون في رمضان. أما أن الاعتكاف على الصحيح من أقوال الفقهاء ليس مختصا برمضان، بل ولا يشترط له الصيام، فيصح أن يعتكف المعتكف غير صائم، وهذا باب واسع وللفقهاء فيه كلام طويل. والمقصود أن الاعتكاف ذلك الباب الكبير من أبواب العبادات له خصوصية برمضان خاصة. من أين جاءت الخصوصية؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه الكريم، فإنه سن لأمته وشرع لها الاعتكاف في رمضان، وجعل الصحابة رضي الله عنهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتكفون في رمضان، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كن أيضا يبتدرن الاعتكاف
وتوالت هذه السنة المحمدية في الأمة إلى يوم الناس هذا، والحمد لله، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتكف الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، مرة اعتكف 20 يوما، مرة اعتكف، بل مرات اعتكف 10 أيام، واعتكف في 10 الأول وفي 10 الأوسط، ثم استقر هديه عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في 10 الأواخر. استقر معتكفا في 10 الأواخر آخر سنوات حياته عليه الصلاة والسلام، لما تبين له أن ليلة القدر في 10 الأواخر خاصة من رمضان. وهنا تفهمون السر معشر الصائمين، أن الهدف الأكبر من الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، بحثا عنها والتماسا لها، تفرغا لها، واجتهادا في طلبها. ولذلك خصت 10 الأواخر بهذه السنة النبوية التي كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعبد لله سبحانه وتعالى بها. فالاعتكاف بهذا المعنى اجتهاد في الطاعة، ولأن المعتكف باق في بيت الله عز وجل على الدوام، فإنه يشرع له من الأحكام ما يعين على ذلك المقصود الكبير الذي هو التفرغ للطاعة. ولهذا لا يصح له الخروج لغير حاجة، ولا قطع الاعتكاف لأمور طارئة وعارضة يوشك أن تزول. طيب لو قال المعتكف أنا أعتكف وأشترط أنني أخرج كل يوم لعملي 8 ساعات، أو لحاجة أهلي وأغراض البيت وبعض الأمور الخاصة والتسوق والتجهز لبعض أمور العيد، هذا ينافي الاعتكاف. المقصود من الاعتكاف الانقطاع. فلو قال أنا لا أستطيع إلا يوما أو يومين، قلنا له اعتكف يوما أو يومين. قال لا أستطيع إلا بعض يوم، قلنا اعتكف بعض يوم. لكن لا يعتكف ويشترط شيئا ينافي مقصود الاعتكاف. هذه واحدة. والثانية وهي الأهم يا كرام، ماذا لو جاء وجلس في بيت من بيوت الله يريد تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنة الاعتكاف؟ فإنه يتعين عليه أن يراعي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ظاهرا وباطنا. إيش نقصد؟ الظاهر هو أنه ترك البيت بيته وجاء بيت الله، وجعل وسادته وفراشه في المسجد، يأكل ويشرب في المسجد، لا يخرج إلا لقضاء حاجة أو لأمر طارئ. تقول عائشة رضي الله عنها في اعتكافها إنها تمر بالبيت وفيه المريض، فما تسأل عنه إلا وهي مارة، لا تقصد زيارته وهو مريض من أهل بيتها. لكن لأن الاعتكاف يستدعي ترك كل شيء والتفرغ للطاعة والعبادة. هذه الهيئة الظاهرة، البقاء في المسجد على كل حال صبحا ومساء، وهو عندئذ أتم ما يكون في أن يصيب عظيم الفضل والاستباق إلى العبادات. فهو ليس موجودا في المسجد أوقات الصلوات، بل هو على الدوام، هو ليس مبكرا في المسجد، هو موجود أصلا، هو لا يحتاج أن يبحث عن موضع له في الصف الأول، هو مكانه هناك. فهو حاضر في الصلاة قبلها وقبل الأذان، محافظ على السنن الرواتب والنوافل والأذكار، حظه من الورد والدعاء والقرآن أكثر من غيره في الغالب، لأنه ملازم لبيت الله عز وجل لهذا القصد العظيم. هذه الهيئة الظاهرة للعبادة. فما الهيئة الباطنة؟ والحديث هاهنا لنيل نفحة الله عز وجل في عبادة الاعتكاف يرتكز على هذا الأمر الجوهري العظيم. حقيقة الاعتكاف يا كرام عكوف القلب على طلب ما عند الله عز وجل. الاعتكاف انقطاع عن الحياة وتوجه إلى الله، ترك الصلة بالخلق للاشتغال بطاعة الخالق سبحانه وتعالى. الاعتكاف إقبال على الله بالكلية قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. فالمعتكف الأصل فيه أنه جاء إلى بيت الله لا ليبحث عن المجمع والمجلس والأنس والرفقة والصحبة، هذا ليس مكانها في الاعتكاف. يا كرام، الاعتكاف في حقيقته عبادة فردية، لكن لما كان من لوازم الاجتماع في المساجد حصول الجماعة وجب التنبيه على هذا.
أنك عندما تأتي للمسجد لتعتكف فإنك لست وحدك، وسيشاركك إخوة لك يرغبون فيما ترغب فيه ويبحثون عما تبحث عنه. فحذاري أن ينقلب هذا الاجتماع إلى مجمع ويصبح الاعتكاف صورة جماعية، نجتمع على مائدة الإفطار فنتبادل الحديث، نصلي المغرب، ثم يمتد بنا المجلس لشرب القهوة والشاه إلى قبيل العشاء، ثم نتهيأ للعشاء والتراويح، صلينا جماعة، ثم عدنا إلى العشاء أو إلى الاجتماع على المؤانسة والحديث والكلام، ثم يفقه أحدنا شيئا من كتاب الله دقائق معدودات، وإذا دعا فكذلك في وقت محدود. ويغلب على المعتكف في اعتكافه في بعض الأحيان الخلطة والمؤانسة والمجالسة، وهذا ليس من حقيقة الاعتكاف. اسمع معي رعاك الله، اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام أو أراد الاعتكاف كما تقول عائشة رضي الله عنها، فاستأذنته عائشة في الاعتكاف فأذن لها رضي الله عنها، فطلبت منها حفصة رضي الله عنها أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن، فضربت عائشة خباءها، والخباء مثل الخيمة الصغيرة من القماش تكون في المسجد، ونبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يعتكف كان يضرب له الخباء مثل القبة الصغيرة التي يدخل داخلها. أرأيت لما؟ لأنه هو في المسجد عليه الصلاة والسلام، والمسجد عامر بأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهم بحاجة إليه، لكنه كان يصلي بهم ثم يعود إلى خبائه لتحصل له العزلة في مسجد يجتمع فيه أصحابه الكرام رضي الله عنهم. هذا الالتفات إلى المعنى الحقيقي للاعتكاف، أن يبحث عما يحفظ له اعتكافه من آثار الخلطة والاجتماع الحاصل في المساجد عادة، فيدخل معتكفه. أليس الصحابة حوله بحاجة إليه؟ الجواب بلى. أليس عنده زوجات؟ ليس أربعا ولا خمسا ولا ستا، إلى 9 زوجات رضي الله عنهن. ألسن بحاجة إليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب بلى. أليس في الصحابة من يحتاجه إلى سؤال واستفتاء وحادثة وزيارة ولقاء؟ وأقل ما في ذلك حبهم رضي الله عنهم لرؤيته عليه الصلاة والسلام، والجلوس معه، وتكحيل العين بالرؤيته والنظر إليه، وتشنيف الآذان بسماع كلامه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كان موجودا، فيتركه عليه الصلاة والسلام في أيام الاعتكاف. هذا معلم كبير يراد نصبه للمعتكفين أيها الصائمون في رمضان، لأجل أن نعيش تجربة الاعتكاف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام بصورتها الأتم لتحقيق مقصودها الأكمل. عدم الخلطة هو مظنة الإقبال على الله، وإلا فإلو غلب على الاعتكاف المجالس والاجتماع والمؤانسة والمخالطة، ولو كان جيرانك في المعتكف من عن يمينك ومن على يسارك ومن أمامك ومن خلفك، فتعرفتم إلى بعضكم وحصلت المؤانسة، مسلم من المشرق تعرف على أخ له من المغرب، وثالث من بلاد العرب ورابع من بلاد العجم، فحصلت المؤانسة والملاطفة والمؤاخاة، كل هذا جميل ويحصل في الحرمين، خاصة لما من الله فيهما على أهل الإسلام من الاجتماع وقصد هذين الحرمين في الأيام الفاضلة وعمرة رمضان، كل هذا معلوم. ولكن مع ذلك يظل التنبيه قائما ألا تطغى المجالسة والمؤانسة والمخالطة على معتكف المعتكف أيها الكرام، لأجل تحقيق مقصود الاعتكاف الأعظم. نعود إلى الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب له الخباء من أجل تحقيق مقصود الاعتكاف. أنا وأنت اليوم لا والله ليس فينا واحد أكثر شغلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من حوله من الناس أشد حاجة إليه من حاجة الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نتلمس المعاذير لأنفسنا ولا نوسع الدائرة، ثم يظل جوال المعتكف مفتوحا وزياراته مفتوحة ولقاءاته متاحة وجلساته منبسطة، فإذا هو لا يكاد يجد من الخلوة بربه في اليوم والليلة إلا دقائق معدودات.
فانقلب الأصل فرعا والفرع أصلا. انقلبت أصل الخلوة والتفرغ إلى المخالطة والمؤانسة، وكانت المخالطة والمجالسة التي تحصل تبعا انقلبت أصلا. فحذاري. نعود إلى الحديث. فاستأذنت عائشة رضي الله عنها فضربت خباءها، واستأذنت حفصة رضي الله عنها فضربت خباءها. فلما علمت زينب رضي الله عنها جاءت فضربت خباءها في المسجد أيضا، وكانت امرأة غيورا كما في صحيح ابن حبان، يعني أخذتها الغيرة كيف أن ثنتين من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تركنا الحجرات وجئنا إلى المسجد وضربنا الأخبية لأجل الاعتكاف، فكانت الأخبية مجاورة لخباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت رضي الله عنها أن تشارك ذلك فضربت خباءها. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام وأبصر الأخبية قد تعددت قال: ما هذا؟ البر يردن؟ هل يردن بهذا البر؟ انظر كيف التفت عليه الصلاة والسلام إلى أن هذا لا يساعد على البر الذي من أجله شرع الاعتكاف. لاحظ معي، هذه وهي أخبية، كل واحدة لها خباء، ولسنا مجتمعات على سفرة ولا على مجلس، وليس هناك المجمع الكبير الذي تدور حوله الأحاديث وكؤوس القهوة وفناجين الشاهي، ما في هذا. ومع ذلك قال: البر يردن. فأمر عليه الصلاة والسلام بقطع ذلك وترك اعتكافه تلك السنة، ثم عوضه وقضاه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك 10 أيام في شوال. هذا التفات يا أحبة إلى حقيقة معنى الاعتكاف. الاعتكاف خلوة، وكلما وجد المعتكف متسعا للخلوة فاضت روحه بأنواع المطارحة مع النفس والمصارحة، وأقبلت فيها تتدفق معاني الإقبال على الله. جرب أن تخلو مدة أطول بخالقك وحبيبك ومولاك وسيدك وإلهك سبحانه وتعالى، فأنت تناجيه وتبث إليه شكواك وتخاطبه عما في نفسك وتتحدث إليه تحدث الحبيب إلى محبه، وأنت تعلم أن الله عز وجل أعلم بك، وأنت تتضرع إليه أنك جئت إليه تاركا بيتك مسكينا مفتقرا محتاجا، وأنت كذلك والله تركت بيتك وتركت دنياك لحاجتك وفقرك، تماما كأولئك الفقراء الذين خرجوا من بيوتهم المهترئة وفرشهم المتقطعة وحياتهم البائسة، فأتوا إلى بيوت الأغنياء وقصور التجار والأثرياء يطلبون المساعدة والصدقات والزكاة، ويبحثون عن شيء يساعدهم على تحمل مصاعب الحياة. ذاك في الدنيا، وفي الاعتكاف نحن والله نعيش ذلك المعنى بتمامه بل أشد الافتقار، فإن أغنى أغنياء الدنيا فقير إلى الله عز وجل، وأعظم الناس مالا وتجارة هم أيضا من عباد الله الفقراء. وعندما نترك منازلنا وبيوتنا ومساكننا ودنيانا ووظائفنا وأشغالنا إلى الاعتكاف، فإنما جئنا لفقر في داخلنا وحاجة تحيط بنا بحثا عن عطاء الغني الوهاب سبحانه، الرحمة الكريم المنان سبحانه. ونحن نعلم أن الله عز وجل يحب ذلك، ويحب أن يرى من عبده الانكسار والافتقار. رحمك الله أخي في الله، إن كتب الله لك الاعتكاف فأري الله منك كل افتقار وذل وخضوع ومسكنة، ليرى الله منك صدقا ترك بيتك إلى بيته والإقبال عليه سبحانه، ليرى الله منك حقيقة شعور الذل والمسكنة والافتقار وأنت جالس في بيته. وقد قال بعض السلف: مثل المعتكف كمثل إنسان فقير له حاجة إلى عظيم، فأتى بيته وجلس أمام بابه وقال: لا أبرح حتى تقضى حاجتي. فأنت هكذا تمكث أياما وليالي، العشر كلها أو بعضها، وأنت لا تريد إلا أن تقضى حاجتك، وحاجتك بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة، وأنت مؤمن بصير عالم بما يحب ربك، فأنت مقبل على الله في هذه الأيام الفاضلة، تقبل على الله بهذا المعنى مستصحبا شرف الزمان.
وبركة الليالي وعظيم العطاء الذي يبذل للعباد في هذه الليالي المباركة، العتق من النار والعفو والمغفرة التي تفتح الأبواب فيها على مصاريعها، ويغفر الله فيه لمن شاء من خلقه، ويتزاحم الناس على أبواب الجنة يحجزون مقاعدهم وأنت واحد من هؤلاء، بل تظن لأنك معتكف طمعا في رحمة الله وثقة بما عنده تظن أنك أولى بالعطاء وأقرب إلى الإجابة، وكل ذلك يدفع في داخلك دوافع جمة والله تساعدك على أن تعيش ساعات الاعتكاف في غاية المتعة والأنس واللذة. إن خلوت وحدك فإنك تجد ساعات اللي تقرأ فيها ما تيسر من كلام الله، وتقف مع الآيات متدبرا، فإذا بالجسم قد حضرته الخشية، وإذا بالقلب قد خشع، وإذا بالعين قد دمعت، وإذا بالقلب يحلق في سماء الإيمان يعيش معاني ما يتلو ويسمع من كتاب الله، وإذا حانت ساعة تاقت فيها النفس إلى الدعاء رفع يديه فوجد قلبا حاضرا تخرج الكلمات والله من قلبه صدقا قبل لسانه، فإذا سأل سأل الله بصدق، وإذا دعا رفع دعوات تنبع من 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 صميم فؤاده مستشعرا أنه اليوم في بيت الله، وهو فقير جاء ملازما بيت الله موقنا بكرم الله وعطائه، ويستشعر أيضا في ظلال ذلك كله أن شرف الزمان والعبادة التي يؤديها وأن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل تلك مفاتيح النجاح التي تقود إلى نيل المراد وتحقيق المطالب. أيها المعتكفون، الاعتكاف متعة وأنس بالله لا بالخلق، الاعتكاف انقطاع إلى الله الخالق سبحانه في بيته لا إلى المؤانسة والمجالسة والمعاشرة مع الأقارب والأصحاب ورفقة الاعتكاف. الاعتكاف يا أحبة حقيقة عبادة جليلة عظيمة تسكب على النفس المؤمنة معاني الإيمان وتجدد فيها الصفحات، وإذا هي بمجالس محاسبة للنفس وتوبة صادقة مع الله عز وجل وخلوة بأعظم مخلو به رب الأرباب جل في علاه، وإذا بالعبد يعيش قمة العظمة التي يخلو فيها بخالقه وربه ومولاه، وكلما تكررت تلك المعاني ليلة بعد ليلة شعر بمزيد من القرب يتنامى مع الأيام، ويكون عندئذ أعظم ما يكدر خاطره في ساعة الاعتكاف أن يشغله شاغل أو يكلمه أحد أو يصرفه عن ورده أن يتمه أو ذكره أن يقرأه أو قرآنه أو صلاته أو دعائه، فيفر من أجل البحث عن خلوة بربه سبحانه وتعالى. يا أحبة، هي سنة محدودة في أيام معدودة، والموفق من أصابها فحصل خيرا كثيرا، ومن أقام نفسه على حقيقة معنى الاعتكاف ووجد لذته وجد أن أيام الاعتكاف التي تمضي سريعا هي أمتع أيام سنته على الإطلاق. إي والله، حيث لا شيء يقطع تلك المعاني من الأنس والخلوة بالله، ولا شيء يكدرها من صخب الحياة ومشاكلها وهمومها، لا شيء يلوث ساعات الاعتكاف من المعاصي والذنوب والخطايا التي طالما دفعه الشيطان إليها في سائر أيام العام، فإذا هو في بيت من بيوت الله قد تضيقت دائرة الذنوب والمعاصي جدا لأنه لا مجال له ولا مكان لها، فهو أعون على غلبة نفسه والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وهذا كله معين للعبد أن يجد تلك المعاني من المتعة والأنس بالله في الاعتكاف. وأخيرا، فإن من اعتكف حقيقة ووجد الأنس فيه والمتعة واللذة بالمناجاة والدعاء والتضرع والبكاء والخشوع وجد لذلك حلاوة ستكون أتم ما يكون إذا انتهت العشر الأواخر وحل العيد، فإنه والله الذي لا إله إلا هو لمن أسعد الأمة بعيده إذا شهد العيد، سيكون عيده فرحة عظيمة تملأ النفس حتى تقطر بالفرح والبهجة والسرور لا يدري لما، لكنه يوقن أن الساعات والأيام والليالي التي قضاها قريبا من الله
متذللا إليه قريبا بين يديه بين تلك العبادات المتنوعة أثمرت في نفسه رقة ومعاني سامية جعلت فيه ذلك المعنى الجليل من الفرحة والبهجة والحبور. ها هنا كلام لطيف لأهل العلم رحمهم الله تعالى في بيان شيء مما تقدمت الإشارة إليه بشأن الاعتكاف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، هي المرة التي رأى فيها أخبية زوجاته رضي الله عنهن. قال: واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، يعني الخباء، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف عليه الصلاة والسلام كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل قبته وحده، هذا المعنى الكبير، دخل قبته وحده وفي المسجد كثير من أصحابه حاضر، هذا للصلاة وهذا للاعتكاف ربما وهذا للذكر والعبادة. قال: إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة رضي الله عنها فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، يعني يرجعها إلى بيتها، والمقصود صفية رضي الله عنها. قال: وكان ذلك ليلا ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. يقول ابن القيم رحمه الله: عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. وإنما كان يعتكف في هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخلية لمناجاة ربه وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس، يحتجر يعني يضع حجرا يحجره ويبعده عن الناس من حصير، كان يحتجر حصيرا يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا لتعلم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف
هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات، فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمع والجماعة، فقال: هو في النار. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصاً في شهر رمضان، خصوصاً في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع نفسه وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه، كما كان داود الطائي يقول في ليله: همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني للذات، وحال بيني وبين الشهوات، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. كانت هذه أولى النفحتين في مجلسنا هذا معشر الصائمين. أما النفحة الأخرى فهي العبادة التي ما زالت بين يدي الصائمين من أول شهرهم إلى آخره، بل هي على مدى الحياة وطيلة العام، لكنها في رمضان تشهد معنى عجيبا، إنها عبادة الدعاء. أجل، الدعاء واحدة من البوابات الكبيرة في رمضان التي تهب منها النفحات. إي والله، نفحات الهبات والأعطيات والمكرمات تأتي من باب الدعاء. أما إن الله كريم يعطي بلا طلب وبلا سؤال وبلا دعاء، بالله عليكم، فكيف إذا سئل سبحانه؟ كيف إذا دعي؟ كيف إذا طلب جل جلاله؟ الكريم يعطي قبل أن يسأل، ويبذل قبل أن يطلب. والله عز وجل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، يعطي عطاء ويرزق من يشاء بغير حساب، وإذا سأله العبد كان ذلك أقرب إلى الجواب. فكيف بعبد يسأل الله في ظرف كريم وزمان فاضل كرمضان؟ كيف بعبد يسأل الله متلبسا بعبادة يحبها الله، صائما بالنهار قائما بالليل؟ ما أحراه والله بالإجابة، وما أقربه إلى نيل المراد وتحقيق المنى. الدعاء أيها الصائمون عبادة، هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وإليه جاءت الإشارة في الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والمراد به الدعاء، فجعله عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء عبادة في كل وقت وحين، والمقصود بأنه عبادة التنبيه إلى شيئين مهمين يا كرام. أولهما أن الدعاء بما أنه عبادة فهو من العبادات التي يتمحض فيها ألا تصرف إلا لله جل في علاه، ومتى صرفت لغيره كان شركا في العبادة أجارنا وأجاركم الله. الدعاء عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، وسؤال الله عز وجل وطلبه الحوائج عبادة في ذاتها. ولذلك فإن من صور الشرك الجلي، نسأل الله السلامة، هو توجيه المطالب ورفع الحوائج إلى المخاليق عند ضريح وقبر وولي وصالح وقل ما شئت، سؤالهم وطلبهم شيئا من حوائج الدنيا، ثم يقول الزاعم فيما يزعم: أنا ما عبدت أحدا إلا الله، ولا صليت ولا ركعت ولا سجدت إلا لله، لكن هؤلاء أقرب إلى الله فأنا أوجه حاجتي إليهم. وهذا من الخطأ البين، بل من المخالفة في عبادة الدعاء. هذا الأمر الأول. وأما الثاني، إذا فهمنا أن الدعاء عبادة، فاعلم رعاك الله أن الساعة والدقيقة التي ترفع فيها كفيك وتسأل الله ما شئت من مطالب الدنيا والآخرة، أنك تلك الساعة قائم لله عز وجل بعبادة. أضرب لك مثلا، ماذا لو جلست وصاحبك بجوارك في المسجد، أمسك هو المصحف وجلس يقرأ، أو قام يصلي ركعتين، وأنت رفعت يديك وجعلت تسأل الله من خيره وفضله، أتظن أن العشر الدقائق التي صلى فيها ركعتين وقرأ فيها حزبا من القرآن كان فيها في عبادة نال أجرها أنت محروم منها عندما وقفت وترفع يديك
بل أنت في عبادة وأنت وإياه سواء، هو في عبادة الصلاة أو القرآن وأنت في عبادة الدعاء. يغلب على الناس ويتبادر إلى مفهومهم أن الدعاء طلب وسؤال، وهذا يتنافى مع التعبد لله، بل من كرم الله عز وجل أن جعل سؤاله عبادة، فأنت تسأله لتنال مرادك ويكتب لك أجر عبادة لأنك متلبس لله عز وجل بهذه العبادة العظيمة. أما إن الدعاء كما أسلفت عبادة في كل وقت وحين، فما خصوصيته برمضان؟ ثلاثة أشياء: أولها شرف الزمان كما تقدم، والله عز وجل الكريم يعطي في كل وقت وحين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ورزقه سبحانه يغدو على العباد ويروح، وعطاؤه جل في علاه ممنوح لكل خلقه بلا استثناء، لكنه في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضلة أكثر جودا وعطاء، والله عز وجل كريم، فكان هذا الكرم أقرب إلى أن يكون الدعاء آكد في هذا الزمن الفاضل. ثانيا، لأن رمضان في ذاته تكتنفه عبادات تجعل من العبد أقرب وسيلة إلى الله، أليس من وسائل المشروعة العبادات والأعمال الصالحة؟ فهذا الصائم في رمضان والقائم في ليله والقارئ للقرآن قد تلبس بعبادات تجعله أقرب إلى الله، فيكون الدعاء في حقه آكد. أما الثالثة التي جعلت الدعاء في رمضان أكثر خصوصية من غيره، فهي الآية الكريمة. أي آية؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما بها؟ وقعت الآية بين آيات الصيام في سورة البقرة تتخلل أحكامها، بين قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وذكر فيه أحكام الصوم والكفارة والفدية والعجز عن الصيام، وبين قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وذكر حكم الجماع والاعتكاف وما يتعلق ببقية أحكام الصيام، بين هذه الآيات جاء قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. السؤال: لما جاءت الآية بين آيات الصيام؟ ليس لغوا، حاشا، فكتاب ربنا أحكمت آياته تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ما جاءت والله آية الدعاء وهي من أرجى ما يتعلق به العبد في دعائه هذه الآية الكريمة. جاءت بين آيات الصيام دلالة واضحة فيما بين رمضان وبين الدعاء. أليست تفتح أبواب الجنان في رمضان، وتغلق أبواب النيران، وتصفد مردة الشياطين؟ أرأيت، ثمة أحداث كونية تختلف في رمضان، فكان الدعاء فيه آكد. ومن هنا قلنا إن الدعاء في رمضان من أعظم البوابات التي تهب منها النفحات. طوبى لمن تعرض لهذا الباب، طوبى له والله، وهنيئا له، لأنه مقبل على نفحات عظيمة تهب نسائمها بالعطاء، بالخير، بالعفو، بالمغفرة، بتحقيق المطالب، بالسعادة في الدنيا والآخرة. فمن تعرض أصاب. وهنا يتفاوت العباد تفاوتا كثيرا بين مقل في الدعاء مكتفيا بجمل يسيرة منه، وبين مستكثر ليس له شغل إلا اللهم إني أسألك، اللهم أعطيني، اللهم آتيني، يا رب أسألك بكذا، أتوسل إليك بكذا، فليس له شغل إلا أن يغترف من هذا الدعاء. انطلق يا حبيبي، الدعاء بحر لا ساحل له، فسل الله مما بدا لك، وأنت تعلم أن الله الغني الحميد الكريم الوهاب قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالله عليكم، إذا غمس أحدكم إبرة في ماء البحر فرفعها، كم حملت الإبرة من ماء البحر؟ ولا قطرة، ولا قطرة.
لو أعطى الله الخلق إنسا وجنا أعطى كل واحد كل ما يريد ما نقص مما عند الله إلا كما تنقصه الإبرة تلك التي تغمس في ماء البحر. أرأيتم كم نحن مساكين؟ والله كم نحن مفرطين، وبالرغم من ذلك ما زلنا نشتكي هموم الحياة ومتاعبها ومصاعبها وآلامها. يا أخي أين أنت عن كرم الكريم وباب الغني الحميد؟ سل الله، اطمع، هذا مقام طمع محمود، أن تطمع في رحمة الله ومغفرة الله. خليل الله إبراهيم عليه السلام طمع في رحمة الله، قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اجعل لسان حالك بل ولسان مقالك قلها صراحة في دعائك، يا رب عاجز عن حمدك طامع في مزيد فضلك. إي والله مهما حمدت الله فأنت عاجز، ومهما أعطاك فأنت في فضله طامع، اطمع فيما عند الله. تقول لكن عندي زوجة وأولاد وبيت ووظيفة، اطمع فيما عند الله، ما يزال فضل الله واسع وعطاؤه كبير جل في علاه، واطمع فيما عنده من الخير والنعمة في الدنيا وفي الآخرة. باب الدعاء يا أحبة ليس متوقفا على المصائب والكربات والحوائج. واحدة من سوءاتنا في عبادتنا لله، واحدة من يعني أستغفر الله مما نفعل، واحدة من سوءاتنا في عبادة الدعاء أننا لا نأتي الدعاء ولا نطرق باب الله إلا في الملمات، في الحوائج، في المصائب، في الشدائد. ثم إذا اتسعت الحياة وضابت وزالت الهموم وازدانت الحياة في عيوننا، ما أقول هجرنا الدعاء لكن ابتعدنا عنه كثيرا. فارتبط الدعاء في الأذهان بمسألة الهم والكربة والشدة والضيق والحاجة. إذا كنت تربطها بالحاجة فأنت محتاج منذ أن ولدتك أمك إلى أن يدفنوك في التراب، أنت محتاج وأنت فقير أمام غنى الله عز وجل. وحذاري أن يعيش المرء المسلم شعورا بالاستغناء والعياذ بالله. لا أحد يستغني عن خالقه، والذي أعطاك قادر على أن يسلبك سبحانه، والذي امتن عليك هو الذي يدعوك إلى دعائه، يدعوك إلى أن تطرق بابه سبحانه. فإذا الدعاء باب كبير. أقبلوا يا عباد الله بكل ما تريدون من مطالب الحياة. في رمضان ترتفع الأكف بالدعاء، وتلتهج الألسن بالدعاء، وتؤمن جموع المصلين خلف الأئمة على الدعاء، ثم تمتلئ السجدات وأوقات السحر وبين الإفطار وفي ساعات الليل والنهار ترتفع الدعوات صادعة صاعدة تشق عنان السماء. كم في تلك الدعوات من قضايا أجيبت ومشاكل حلت وكربات فرجت وهموم تنفست، بل كم في تلك الدعوات من رصيد تحول في الآخرة عندما يبحث المرء عن مثقال الذرة من الحسنة. كم ارتفع في تلك الدعوات من أمور قدر الله بها للعبد، مصائب حجبت بسبب تلك الدعوات وبلايا صرفت بسبب تلك الدعوات. عبد الله إنك ما سألت ربك يوما ولا رفعت كفك إليه ولا طرقت بابه ولا وقفت على أعتابه إلا نلت نوال الكريم سبحانه. والله ما رجع عبد داع من دعائه محروما، ولا رد الله عز وجل عن بابه عبدا. لكن عطاء الكريم سبحانه ثلاثة أنواع، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تستجاب له دعوته، أعطاك الله ما طلبت وحقق لك المراد، أردت الزواج زوجك، أردت المال زودك، أردت الولد رزقك، أردت قضاء الدين قضاه عنك، يعطيك ما تريد. قال: إما أن تستجاب له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يقدر لك في الأزل شيء من البلاء والمصائب والكوارث فيصرفها الله عز وجل عنك بالدعاء. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء يتصارعان، يرتفع الدعاء وينزل البلاء، فكلما كان الدعاء أقوى
عالج البلاء فصده عنك عبد الله، فصرف الله عنك من السوء وأنت لا تدري، حادث كان يمكن أن يصيبك، ومرض كان يمكن أن يلم بزوجتك أو بأحد أولادك، أو ضائقة دين أو كربة أو هم، فرجها الله عنك بالدعاء. قال في الثالثة: أو يدخرها له في الآخرة. أن تدخر لك في الآخرة عندما تظن بنظرك القاصر أنك دعوت الله فما وجدت الإجابة، وسألته حاجتك فما نلتها، وطالما كررت في مسألة ما فلم تتحقق لك مع مرور الأيام والسنوات. يا مسكين، إن لم تنلها في الدنيا فإنها تنتظرك في الآخرة. وأظن أن أحدنا لو جاء يوم القيامة فوجد رصيدا كبيرا لم يكن إلا من دعوات كان قد دعا الله بها فلم تحقق في دنياه، لتمنى أن دعواته في الدنيا ما تحقق منها شيء، لعظم ما يرى في الآخرة من أمور يفرح المؤمن فيها بالحسنة ويبحث فيها عن تفريج الهم والكرب العظيم في يوم الفزع الأكبر. فإذن الدعاء مغنم في كل الأحوال، ومن أقبل على باب الدعاء وقف على باب الكريم المعطي المنان سبحانه وتعالى. الحديث عن الدعاء معشر الصائمين حديث طويل، لكنك في رمضان التفت إلى الأوقات الكريمة. للصائم دعوة لا ترد كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. فالتهز عبد الله ساعات صومك، وإن لم تكن مخصصة بساعة الفطر فإن في بعض الأحاديث للصائم عند فطره، وليست مخصوصة بساعة الإفطار لكنها واحدة من تلك الساعات. وفي قيام الليل أنت أيضا واقف على باب عظيم من أبواب إجابة الدعاء، سواء كان في الوتر إذا قنت، أو في السجود إذا دعوت، أو في جوف السحر إذا رفعت يديك وخلوت بربك لتسأله من حوائجك. فالتمس تلك الساعات ولا تفوتنك، فإنها من نفحات الله في هذا الشهر المبارك. وإذا وفقك الله فدعوت عبد الله وفتح لك هذا الباب وألهمك الله عز وجل دعاءه، فاعلم والله أنه أراد بك خيرا. ما وفق الله عبدا للدعاء إلا أراد به الخير. فإذا أراد الله بك خيرا سلك بك هذا السبيل. فإذا رفعت يديك أو سجدت تدعو الله عز وجل، فالتفت إلى الآداب والأحكام التي تعينك على الوصول إلى المطلوب، وذلك أيضا مقام طويل لا يسع المقام لحصره، لكن الإشارة إلى أركانه المهمة. أولها: حضور القلب في الدعاء مطلب يا كرام. حضور القلب، ألا تكون دعوات تردد بالألسنة أو جمل محفوظة قد لا يعرف الداعي معناها. سل الله بقلب حاضر، والقلب الحاضر أن يكون القلب ناطقا بمطالبه وحاجاته قبل اللسان. أبصر الحسن البصري رحمه الله رجلا يعبث بالحصى وهو يقول: اللهم إني أسألك الحور العين، وهو يعبث بالحصى بين يديه. فالتفت إليه وقال: يسأل الله الحور العين وهو يعبث بالحصى كالمجانين. حضور القلب مطلب، وأنت لو شعرت أنك في الدعاء تسأل العظيم الكريم الخالق لاستحييت أن تسأله بلسان غائب عن حضور القلب. الأمر الثاني: اليقين بالإجابة فيما عند الله. إياك ثم إياك في الدعاء أن تستعمل التجربة، هل ينفع أو لا ينفع؟ تعالى الله، إنما الأعمال بالنيات. إن نويت بدعائك اليقين بإجابة الكريم سبحانه نلت المطلوب. أما التجربة فحاشا لعبد يعظم ربه وخالقه ألا يدعوه إلا بقلب ممتلئ يقينا. يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أنت توقن بالإجابة وأنت لا تراها لكنك تبصرها بعين بصيرتك. وقف موسى عليه السلام على حافة البحر وفرعون بجنوده يطاردهم، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى عليه السلام لا يرى أمامه إلا البحر، ولا يرى خلفه إلا فرعون بجنوده. يقول أصحابه إنا لمدركون، وهو يقول: كلا، ما كلا، البحر أمامك والعدو خلفك. يقولون إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. هذا اليقين هو الذي يأتي بالفرج.
قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانظر كيف جاءت الآية فأوحينا، هذه الفاء للتعقيب، جاء الوحي حتى لا تظن أن الوحي كان عنده مسبقا وأنه سيأتيه الفرج، لا، هو إلى تلك الساعة ما أتاه الوحي، لكن لما بلغ عليه السلام في صدق توكله ويقينه ذلك المبلغ العظيم جاءه الفرج والمعجزة الكبرى. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، الآية. فاليقين بإجابة الدعاء مطلب يا كرام. ثالث التنبيهات في شأن الدعاء التأدب مع الله في الدعاء، التأدب مع الله والأدب مع الله حسا ومعنى. الأدب حسا خفض الصوت والانكسار وإظهار الذل والخضوع، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، رفع الصوت واللجج والصخب ليس من آداب الدعاء. تأدب مع الله في الدعاء، أنت فقير، أنت مسكين، وجئت إلى الغني الحميد، إلى الملك، إلى الرزاق، إلى القادر، إلى اللطيف سبحانه، تأدب معه في الدعاء. من الأدب، من الأدب أن تتلطف في عرض المسألة، أن تتوسل إلى الله، أن تذكره بجميل أسمائه وأوصافه سبحانه. بين يدي دعائك توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتتوسل إليه بالحمد والثناء. نعم، بالحمد والثناء، ابدأ دعاءك بحمده سبحانه والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، ربك يحب هذا. وصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعاء وفي خاتمته، ربك يحب هذا. فإذا أتيت به بين يدي دعائك تأدبت مع الله، وإذا تأدبت كنت حريا بأن يجيب الله دعاك وأن يعطيك ما تمنيت. وفي الدعاء، في الدعاء هذا أدب كبير، في الدعاء قبل أن تطلب ما تحب أسمع ربك ما يحب. الله يحب الحمد والثناء، أسمعه حمدا وثناء، يحب التمجيد، يحب الذكر الحسن، يحب التوسل بأسمائه وصفاته. والمتأمل في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم يجدها كذلك مليئة بذكر الأسماء الحسنى في ثنايا الدعاء، يتوسل إلى الله بما يناسب من الأسماء والصفات. رابعا من التنبيهات في الدعاء يا كرام ذكر المجامع، مجامع الدعاء بخير الدنيا والآخرة. سل ربك ما شئت، حتى الملح في الطعام كما في الحديث، حتى شسع النعل إذا انقطع كما في الحديث أيضا. سل ربك كل شيء، كل شيء تحتاجه وأنت في مقام الفقر والذل والمسكنة، فسل ربك سبحانه. وعندما تسأله ركز وأحضر مجامع الدعاء خير الدنيا والآخرة. ماذا لو قلت في دعائك؟ اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. بالله ماذا تركت؟ ما بقي شيء. اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ماذا أبقيت؟ لا شيء. هذا من الفطنة والتوفيق في الدعاء. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، إيش بقي لك؟ اللهم إني أعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، والله ما تركت شيئا. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ما بقي شيء. هذا من التوفيق، من التوفيق في الدعاء أن تذكر دنياك مع أخراك. في الحج قال الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ليس له حظ في الآخرة، ليس لأن الله منعه، بل هو ما طلب. قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. في الدعاء يا أحبة إذا دعا أحدكم واستحضر مجامع الدعاء وسأل الله خير الدنيا والآخرة فلا ينسى أمته المكلومة المضطهدة الجريحة هنا وهناك. أمة الإسلام لها حق عليك، أنت أحد أولادها، فاجعل أمة الإسلام في دعائك حاضرة، ولا تنس في دعائك كل من له حق عليك.
بدءا بوالديك أحياء كانوا أو ميتين، وانتهاء بكل من أسدى إليك معروفا أو علمك علما أو أفادك خيرا أو كشف عنك كربة، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فقولوا جزاكم الله خيرا. ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. أدعوا يا أحبة، أدعوا بالخير لكم، لأولادكم، لبنيكم، أحضروا أهل بيوتكم في الدعاء، وسلوا الله عز وجل لهم الهداية والصلاح والتوفيق. إبراهيم عليه السلام خليل الله أبو الأنبياء يدعو لما بنى الكعبة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أنبياء ويدعون لأولادهم يلتمسون الهداية والصلاح، فما أحوجنا والله إلى ذكر أولادنا وذرياتنا في الدعاء، بأن يمن الله عليهم بالحياة الطيبة وأن يقيهم شرور الدنيا وآفاتها. المقام طويل جدا في شأن الدعاء، والالتفات هاهنا إلى النفحة الكريمة لما نعيشه من أواخر شهرنا المبارك هذا أيها الصائمون، فإن الأعمال بخواتيمها، وخاتمة شهرنا مسك، عشر أواخر مباركات عظيمات، فيها ليلة كريمة عظم الله شأنها، الدعاء فيها عظيم والكرم فيها أيضا مبذول، وربنا سبحانه وتعالى يعطي الخلق ويتفضل عليهم في تلك الليالي المباركة. فاجعلوا من باب الدعاء موقفا عظيما تلتمسون فيه تلك الهبات وتتعرضون فيها إلى النفحات. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا في شهرنا، وبارك لنا في شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، وأكرمنا فيه بحسن الختام يا حي يا قيوم. نسألك يا ربي جلت قدرتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكتبنا جميعا في من وفقته لقيام ليلة القدر. اللهم اكتبنا في من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن تغفر لنا ذنوبنا ما تقدم منها يا أكرم الأكرمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن المسلمين كل شر وبلية يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا رب موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا واهب العطايا، يا خالق البرايا، يا غافر الخطايا، نسألك يا ربي برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغنينا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الفضل فضلك، والخير خيرك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وهذا الزمان المبارك وبيتك الحرام، وهؤلاء عبادك قد جاءوك من كل مكان يطلبون رحمتك ويسألون فضلك. اللهم فأعط كل سائل ما سأل، وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله يا ولي المؤمنين. اللهم أنت ولينا ومولانا، فاغفر لنا وارحمنا واهدنا وتب علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، فنسألك يا رب بعظمتك وقدرتك وأنت العظيم القادر والقوي القاهر
أن تعجل يا رب بالهلاك والعقاب والعذاب لبني صهيون، فإنهم قد طغوا وبغوا يا رب العالمين. اللهم إنهم عاثوا في الأرض فسادا، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قد هتكوا حرمة مسرى نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم فأرنا فيهم عجائب قدرتك، واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب من فوق رؤوسهم، وأنزل عليهم عذابك ورجزك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم يا رحمن ويا رحيم، يا منان يا كريم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعفو والمغفرة والعتق من النار يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، واعف عن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا يا عفو يا كريم يا ودود يا رحيم. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره مع صالح عمل وعفو وعافية وحسن خاتمة يا ذا الجلال والإكرام. ومن كان منهما قد أفضى إليك فأكرم يا رب جواره وأحسن وفادته. اللهم نور لهم في قبورهم، وأفسح لهم فيها مد أبصارهم، وأكرمهم بنعيم الجنان يا حي يا قيوم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات النعيم. اللهم اجزهم خير ما جازيت والدا عن ولد، وأكرمنا يا رب ببرهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق وأيد بالحق ولي أمرنا خادم الحرمين لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وولي عهده يا ذا الجلال والإكرام. جازهم يا رب على خدمة الحرمين وقاصديهما خير الجزاء وأوفاه. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.